الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا ومولانا بدر وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أجمعين. تسمى إلو تفسير الكشاف سورة والنازعات آية سي وحفتا سي ونها حتى قدام يسدك الدوري خلق عالم رب ما خلق ما مم وثقبك جسام كلام برا وجعمل كرنا بكلام بيرا ما ومسلمان التاب دس ما عقل ما فكر ما التطبيقات ريا خون نقتين حتى حدودا دي آيات كلمة دا بيش دا دقوكي آيات كلمة خداي عالمي ويسألونك عن الساعة أيان مرساة أو أنا سؤال بكرن زي قيامت دي دقوتن هب قيامت سكناوي كيدري كينجي اوي چاو بل كيدري بي بشي آيات اچه بو دقوتن درباس بي مساعدة بو كي سيدو بالي فأما منطقة وآسل حياة الدنيا أما من طغى وآثر الحيدة جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى جواب آيته فأما من طغى أما أو أبيك الطاغيبة يعني حدودك فدا دانية قانون النظام فدا دانية وحدود دلماس بك جبروت با ظلم وتعديرك وآثر الحياة الدنيا اختيارية حياة الدنيا بك لسر آخرتي يعني جمع مال الدنيا بك وإشي آخرتي إنان جو عبادته وفاعته وهكذا دل زبانا بردة اختيارية الدنيا بك خلق عالم بك أما إذا جاءت الطامة الكبرى أختك الطامة ولا حال أبا كيه فأما من طغى إكو طاغيبة وآثر الحياة الدنيا أو يا فإن الجحيم هي المأوى جهنم مأوى يجيكو تيدا ضربا صفا أو بابجي خبابجي كي تيدا وقتيكو ضربا صفك جهنم أو جيبية والبدرية تبقى أما جواب فإذا إذا جاءت الطامة الكبرى جواب ويشي أما من طعي أي فإذا جاءت الطامة تكو أو ولايا كشهر ولايا مسترة أو بلنترة وقنشترة وقتاكو أي وراء أبي دورم شواب فإن الأمر كذلك أمر أو هاية كي أف فإن الجحيم مأواه أما من طغى وآثر الحياة الدنيا إك طاغيبة حدود خدا درباس بك واختيارية حياة الدنيا السل آخرة بك فإن الجحيم المأواه جهنم يروي يعني إشارة كركي مأوى أو دشونا ألف لا مضى شاني هي آني دميرا هاي راجيه ببال كيف هاي راجيه ببال مني إجاب كو بألف لا ما دمير دركبة يعني إلا أو شكي أصول مشكور كي معرفة أبي ذكر كرني تفيدا أو صافي وياخد عيني وياخد أبي ذكر كرني شو نكيرة بعيني ونايقتني ترسيوي تيكيدن تيكيدني أما كو معرفة بعيني ويتيكيد دبراني كاداجي منطقة وآثر الحياة الدنيا أو من موصولي إيه فإن الجحيم هي المأوى مأوى مأواي كي مأواي ومن كما تقول الرجل جميلك كتبك بوضع
طارق تعب بقر يعني كل شيء تعب غلط يعني دبران كاداجي أبصر ذا مازيش طارق كي يقول بريد أكاد في أقدام ده بليك وأمر بمخاطبة رأي الطرف جي طرف مخاطبة طرف يكي نكني ريدو إيران تشوى فإن الجحيم مأوى مأوى بمنية أرجي غطة طرفك تريد طرفة طرفك فميروي كافة يعني شعب يقول لك أنك شعب يخلق وليس الألف واللام بدلا من الألف ألف واللام المأوى دنا وغطي طرف غدة طرفك الطرفة والزمع الطرفي يوضي دوشة كافي دابا وأضاء المرواج دوشة هاي دابا يوضي ويني بدلا ويني هي فكي جاتشوا تيني دوي داري داهي دقري وغدة طرفة داجي كافي دقري تفيد يعني كاشكي داري دادخيت بلاكن أبي لما علم أن الطاغي أما من طاع وصاحب الماوى الطاغبة وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم إيه جحيم كرة الماوى يعني ماوى ميتية واحتكوا بيزان الطاغي هو صاحب الماوى وأنه لا يغض الرجل طرف غيره كبيرا غض طرفك يعني الطرفة يعني شعبي خب كده نبي شعبي خلقه كده ما شعبي خلقه ناقرك إني تلك الإضافة إضافة غط الطرف ببال كافي فا أما واجي ببال هاي فا هات تذكرني ودخول التعريف في المأوى والطرف للتعريف دخول ألف لام أرسل المأوى فإن الجحيم هي المأوى ولسر الطرف غد الطرفة ألف لام واجي بالتعريف يا رأيت شما لأن هما معروفاني تمكي يكجي أبا غضة جي أمريتي فهم كريني غضة الطرفة يعني طرفة كي جي خطابتي فهم كريني وأبا هي المواجي أو جي من في شدات ذكر كريني دمك طاغيبة آثر الحياة الدنيا جهنم ماوى يعني ماوى ماوى ويمير لأن هما معروفاني مرحبا 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 فإن مرحبا 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 وقت تفسير كير جواب اول عام كير وبايدا خاص كير هما مادام كو اف از ام ما جواب اف ازا يا وين وقت معنات بف ازا جاءت الطامت اي الجحيم ما هو فإن الأمر كده دبي إذا جاءت الطامة أختك الدهية مظلوم غيرة إيه أبي تشبه تشيد بها تشوات بها دورم أبا دورم شيء إن الأمر كذلك أمر أبا أبتشيا أما من طغى وأثرب فإن الجحيم وجاء وأما من خاف ونهى النفس جاء فإن الجنة أجاب أما أنا هاد الجواب يكتني جواب مين هذا هاد الجواب تمام ماذا كريم قسم وهي أم فإن الجحيم هي المأوى قد بجاء أبي فصل مبتدأ فصل بين الجحيم والمأوى ضمير الفصل ويأخذ هي مبتدأ المأوى خبر جملة خبر إني ما إجا أبي إيك حدود ضرباس بك حدود خالق العالم رب العالمين اختياري حياة الدنيا لسر آخرة بك و إيمان و إطاعة نبا جهنم تيوي جوا أما من خاف مقام ربه إيكو بترس
جمقام يعني كوج حضور رب خوك بي حاضر رب خوك با حساب بدا دنا بينا حضور رب خدا ايف ويجا جوي حضور رب خوك بالتفسة وانا عن نفس عن الهوى ومن عن نفس خوك بك كيف زوقا خو مرد شمطينا بر تبا تقرب بالجهنم ايدي بي ابي كو بالتفسة بأمريانك ومن على نفسه خش بأمري خالق بك فإن الجنة هي المأوى جنتي جيوي مرية خلق العالم جي أو المحافظة بك إيد ديج مرة نسك إجا وانا عن نفس الأمارة بالسوء أو نفسك أمري أمري مرز أمري مرز كيف خرابية دي نفسه أن نيال المرفى مزون أو نفس المرفى كو أمر المرفى خرابية كا تو نفس المرفى كو أمر المرفى باشي بكا وكي كو بصري دبيت بي ولا نفس نيارة كو أمر تا باشي بكا جي إلا دوي باش أمر تا باشي تخمينة باشي تبني باشي دا جي خرابي كي هي لما كو باري تندوي داري پر بي احتبار أفنك أبو سليم صلى الله عليه وسلم وانا نفس عن الهوى المردي او هوا مر تپا تخلا دادیجه و هوا او هوا چیه اتباع الشهواتی و به طبعه کیف و جوقی و نعن نفسه و ذجرا من عن نفسه بکه عن روج اتباع الشهواتی و ضبطا نفس ضفت بکه بالصبری بالصبرا لسر طاعت و یا بالصبرا خدور بکه جمعاصی اشگناها والتوطين وهكين بك نفسي على إثار الخير إثار إختيارية خيري أو إقابي فإن الجنة هي المأوى أقل نفس أبا النفس با جيوي مكانوي جنة خضبك نصيب دبكي وقيل قيل كي قلتيه الآيتان أفد أما من طغى وآثر الحياة الدنيا وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى نزلتا في أبي عزيز بن عميد ومصعب بن عميد الحقيقة دبرة يا ضمار براكي جي كافرة براكي جي صحابية رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وقد قتل مصعب مصعبك صحابي في غمبر عليه الصلاة والسلام كشتي أخاه أبا عدي بريف أبا عدي كشتي يوم أوحد الحرب أوحد دبري يعني دمكي أويا مصعب بن عمير رضي الله عنه خاف مخام ربي وأنا النفس عن الهواية وشيء أبي عديد بن عمر أو يجي طغى وآثر الحياة الدنيا ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه مصعب بن عمير رضي الله عنه في غنبري خدا عليه الصلاة والسلام بنفسه محافظ ذكر خجيرا كلا مرضان حتى نفذت المشاقيس حتى تيري خالن الدريش درباس طول في جوف هي دنابة ولا درباس طول وخلق عالم يتحقق دا ومين من عاهد الله سوز لها بخدر شيء توبك وبخدر رضايا سوز لها بكيان يعني قلت أجاب حبكي شيء بها يا رسول الله أدي ابتلا حربي بك وحطاني كروح جاني مدابة زي مجادلة بك مش تأذيك سوز لها بكيان يا دي ميت حقي بدا يتنظر بلي يسألونك عن الساعة أيان مرساها في غنبري خدا عليه الصلاة والسلام سؤال قيامته دبيشن خدا دبيكي سؤال لكن جتا قيامته أيان مرساها قيامت زماني خايبوناوي ويا مكاني كويلي خايب بزماني خايبوناوي كيدري ويا خدا قيامه كينجي راب به ويا جي قيامه كينجي زمان قيامه كينجي حلقه على شبه غنبر عليه الصلاة والسلام راد بيكي
فيما أنت من ذكرى تبكي تو فيما أنت يعني تجد تستيدا تو من ذكرى جبي خصنا قيامتي يعني كو سؤال دكي قيامت ويا أوشتا سؤال قيامت دكن تجي تبرسي تخوضي فداش ترى ببجرة يعني سؤال أوي ذكرى أوي فيما أنت يعني في أي شيء تستيدا أنت تو من ذكرى ذكرى تذكرى بالخصنا قيامت جوانا توام بي بعلميني أذيانك اشتراتشي إلى ربك تقول ربي تبا يا محمد عليه الصلاة والسلام منتهى نهاية قيامتي sonu cevap vallahi bete var. Ancak ev ne melaiketeki ne peygambereki tingi eve kıyamet ve şan ilkesi ne de şikesirat bildirmiş ne ki. İnnama ente tünini ancak tü evi münziru men yakşa ancak tü münziri ipu şi kıyameti bitirse tüvi inzar biki şi azab-ı khuda جبوك او شريا نباش ذكر ببال شبا ببال امر اطاع فدا كأن مخلق عالم دبيكي اواني كسوال اشتبكين يوم يرونها رجعك او قيامة البنين لم يلبثوا وكك نشك من البنياء ويا القبر خدا الا عشية الا اضارك او ضحاها يا ضحى يعني قشلق زمانية ويباري يعني مدكي هندك يا بري يبارك وياخد وقت صلاة الضحى كي أوقس دقيا قبر خدا ويا الحياة خدا مانا تجمع أوقس مدة هندك دم ألقي علمي أيانا موسى أيانا منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها من أقوى سيلوية جانل دا إنذار جخراب را استعمال بكين وتبشير شخانجارا استعمال بكين جار بدارينا إنذار شخانجارا هو في استعمال بكين حكمات الجوية هارا اللهم حقيقة مت إنما أنت منذر من يخشى يعني إيكو جي بترسى إيكو نترسى إنزار استفايدة جرانا دك إنزار جرانا دك إنزار شو رفايدة دي إنزار شو رفايدة نا كابا خالم شد بيجي إنزار سخرابة لبيت سيدا و یعنی انذار اصلا داشت خراب را چید بی؟ چون که خیلطر خودن سر تهدید کردن سر بی پاسی و عذاب جوارت ده از جن که یعنی بجه عذاب جواره های وقتی که بی مثلا آن آسیدا مگو سیدا عفو إيمانا ونمّا و تغابا وآسر الحياة الدنيا با وانا شخب بي إيماني ناينين و إيماني ناينين فايدا إن قبولنا بين فايدا إن زاري جواراتوني إجا إيكو جي إيمانا ويها با ترساوي جيها با بيغمبر ويبترسينا دها إيمانا خب بي قوات لبكا دها طاعتي غزيدا بكا بأمدي هرا قدر مقصي ده ما نابك مبجي قصة انذاري او منذر من هويا نمنذر هيك بقى خراب جانا تيت انذار شبو خرابة تيكرا تمام الراس ده لأب انذار شبو روجة قيامتي جرانيا روجة قيامتي تي قصد كرن بدي إفادة بيكرا نعم يعني قريك أمشو لبين الله أنت منذر من يخشى يعني ها
نيكو يم مؤمن يعني او مؤمن تن انذار كرن شما تشوفوا او روج مظنه قرانا يعني نبو او باش ترى فايده نيكو يم مانا فايده حتى انذار او روجا نكو يعني تشوفوا كل مثلا خي ممكن يقول أنت تبشرهم بيوم القيامة دي بيوم عظيم النوسة لا يقول لا بيوم النوم يعني تبشير بالروجة وكي قيامتنا يكرين شكو قرانة إش بيغنبرة قرانة إجا إجا درجة من عمومي يعني تشتاك خد الطعنة علمية والجم خدايا وخدا التعبير ده أن داهية كجهات شكي بلتر ومصر أوي داهية البتاكي صادجة مؤمنين بيعمل جيجويت دايب كيف سال قولاينين لو ما جيب قد طالت بيك تمنزري مؤمن هاي يعني تبان بدي ترساندني دا ساعت وغيدة بكين شو بنا عقدون فكي ايانا مرسا اي ارساوها اي اقامتها سؤال يسألونك عن ساعت ايانا متى كينجي مرسا ارساوها اشارك الشرك في مرسى مصدر ميمية بمعنى إرساوها يعني سكناوي أي إقامتها سكناوي قايبوناوي غابوناوي كينجي كينجي بمعنى أرادو إلى ذلك أو كتوالي متى يقيمه الله يقيمها الله أو خلق عالم ذي قيامته كينجي قايم ويثبتها ويكونها أو ويثابت بك أو يبدأ تكريني تكوينها يتكريني أبيا كينجي كينجي أو أوابه يعني أب أولشما وي كينجي أو شوابه شو وقت بك وخيرا خيرا يقول أمرسها اسم مصدرين يعني سؤال شيء إقامة داوي سبوت داوي تكوين داوي نه سؤال أيانه منتهى ومستقرها يعني الزمان انتهاء داوي داوي قرار داوي أو الكدر شو وقت أو القرار بده ثابت بده أو كي بده السؤال جوي زماني تكوين يعني كل مرتبة بده اسم الزمان كما أن مارس السفينة مارس سكنة السفينة مستقرة يكو سفينة لبسكن حيث تنتهي إليه يكو انتهابك السفينة بالبا يعني يكو أن صندرها وكذر مرسى السفينة إقامة قاع السفينة أو ده يعني إيه قيامته يجي مستقر و جي مكان قرار و جي ياخذ زمان قرار و كي دريه چوايه اذا خلق عالم الذكي او سؤال ابي او يعني مكان قرار و زمان قرار و ياخذ جي قرار و كي تي يا خلق عالم الذكي استعمر عليه الصلاه والسلام يسالونك عن الساعه ايانا مرسى فيما في أي شيء أنت شاركك فيما ما ألف أرسلي شيء حسيب عن فاميلية وطا أي شيء أنت بكيجا تشتديت من أن تذكر وقتها كنت وقت فويت بالبخي وتعلمهم بي وتعلم إكسوال بكل جتا تعلم وانبك بيه بالوقت و في علامة وانبكي تجدين تجيات شكدري يعني كنت تجي نزاني تجي خبردار نيني تجوا جي خبر بدي و تجوا علامة وانبكي بكي و تجوا تذكيرا وانبكي يعني غاية فيما أنت من ذكرى غاية خدي أذكي ما أنت من ذكرى لهم وتبيين وقتها في شيء من التوية رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذكرها لهم
جبين خصنا قيامتي إيكو سؤالش تدكن وتبييني وقتها وكتبيانا وقت قيامتي بكي تنيني في شيئين تشكيدا تنيني يعني كنت آياتي وكي فيغمبر عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام فيغمبر فرصة دبي متى الساعة دبي ما المسؤول عنها بيعلم من الصالي إيكو جيتي سؤال كرني إيكو سؤال لك جيبيتي زانانين يعني ما أزانانتو معنى سيب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ديما خلاج رازبا لم يذل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يذكر الساعة في عنبر خدا عليه الصلاة والسلام بعث قيامة الكل يسعي جيد كل ذكرى الكل بيدخس يسأل عنها سؤال قيامة الكل حتى نذل حتى كذي آية نازل فيما أنت من ذكرى إذا وقتك لقولك يا ما عايشة بيغمبر سؤال دكير تمتي اوان سؤالش بيغمبر دكير بيغمبر سؤال دكير وكاوي كين يبا تشوها بدرما ويتشبه لقولي دي اواي فهو على هذا تعجيب من كسر ذكرها لذكره لها تعجيب وتعالى يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم ويتخل تعجيب يبفر ذكره ويش قيامته را يعني كما توقع ذكرى ودكي بحثة ودكي كان وقيلة في أي شغل واهتمام أنت من ذكرية والسؤال عنها وقيتها بجا بجاكي كي كم مشغوليتي ده قد اهتمامات ده جذكرى قيامتي وجسؤالة قيامتي يعني دكي مشغوليت واهتمام ده يعني درجة ويتشية يعني كما أوقع سؤال والبيكات تجيد والمعنى أنه إجا ذاتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام نقص بوخو بالفرصة ذاتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بزانك قيام التاية أو يتشي ببه فقط مثلا سؤال رسول فدي أبا أنهم يسألونك عنها أو سؤال اجتتكن فليحرصك على جوابهم جبك تجي يا محمد عليه الصلاة والسلام تحريسك جواب سائل بدي لا تزال تذكرها بزائل لا بذكرى بعد قيامتك وتذكرى بذكى بحثة بذكى وتسأل عنها وسؤال جبكى عائشة مثلا في ثم قال خالق العالم جو إلى ربك منتهى أي منتع علميا لم يؤتي علما أحدا من خلقه منتهى قيامتي نهاية صنجاوي علمي يعني إلى ربك منتهى منتهى علميا دنا بينا عائدة ودنا بينا منتهى عائدة مضاف ليك علما إلى ربك منتهى علميا نهاية علم قيامتي خبر فضل لم يبدي علم أحدا من خلقي خلق عالمي نهاية قيامتي ظانينا قيامتي ندى مخلوقك وقيل قيلك قلت فيما أنت من ذكرها قلت إنكار لسؤالهم يعني إنكار سؤالا أوان يكون سؤال كج بيغمبر عليه الصلاة والسلام إنكار سؤال أوان أي فيما هذا سؤال هذا سؤال يعني جبوتي كما سؤال تكي بس سؤال لا يكرر يعني ثم قيل أن فيما هذا سؤال جبوتي أنت من ذكرى ذاتي يا محمد عليه الصلاة والسلام ذكرى قيامتي أن أبيكو علامتي قيامتي مظن في تبقى بغمبتن تبقى تبشونا قانوني خدا ياسائي خدا خدا تعالى نظمك أستاذ مخلوقي خدتنا أن ذكرى مظن في يا محمد عليه الصلاة والسلام أي إرسالك شاندنا تيا يا محمد عليه السلام وأنت خاتم الأنبياء وصونا بغمبري وآخر الرسل وتداوية رسولي
المبعوث تعطي شاندن في نسم الساعة في أول قيامة تعطي شاندن في أول قيامة تبع شاندن كتم دي بصون بغنبري ذكر من ذكرى وعلامة من علاماتها تو إرسالك وأنت خاتم الأنبياء تو ذكر من ذكرها ذكر كي ذكر قيامتي وعلامة من علاماتها تعلامتك علامتي قيامتي خلق عالمي ببيع وايش هنك قلت تيم عليك أبو هم فكفاهم بذلك دليلا على دنوها ومشارفتها خفي وان أبيك السؤال بكين كتاب بذلك ببيع كنت صون بيغنبري خاتم الأنبياء وخاتم الرسل اشتبه بايا صاي خده كتاب شونا نايم بيغنبر نايم هذا كافي وانا الدليل على دنوها قيامت نيزة ومشارفتها يعني نيز من اختيار ووجوب الاستعداد لا وجب حذكرنا قيامتها ولا معنى لسؤاله معنا بشتي كنت صن پیغمبر اشتبه با پیغمبر خاتم الانبياء توي دمك علامات قيامت بريتيشي توي إجابة أوشتا سؤالي بكم بعقلي وانا با إجابة سؤالي اتنا خلق العالم يقول إنما أنت منذر من يخشى إنما أنجح منذر منذر من يخشى منذر وي كذلك زي قيامتي بالترسات منذر وي أي لم تبعث لتعلمهم بوقت الساعة الذي لا فائدة لهم في علمي يا محمد عليه الصلاة والسلام كنها تيشان من جبو كتبوان بدي زانيني بوقت قيامتي الذي او وقتك لا فائدة لهم في علمي تفايدك جوان راد زانبونا وي وقتي ده كنا جوان را بيجا بحضرسان شو داوي قيامت را بياني چه فايدة وانا جبو حضر صالية چه فايدة وانا وانا كنا وإنما بعيشت أنجب شاطي شاندن لتنزيل من أهواليا تبدي ترساندن قرقن جهول قيامتي من يكون من إمداء من يكون من يكون من من إنذارك لتنزيل من أهواليا من أهواليا من يكون من إنذارك لطفا له عبارة ancak tatlı sandın ki bu tıbbı tırtini cehevli hareket kıyameti korkunç olayı kıyameti ki bu tırsini men yekunu ev men yekutbe men ki ku inzarüke lütfen lehu inzarata hani diye zira ze fayda da bine il khasiyeti mina tırsa kıyameti tırsa vikirtbe al لاتی شاندن جبوی نکو توی بترسی چون که این زارت جرا باشیه قندیه ایجا منزیرو من یخشا بیداتی افندم او اکنجی من لیتون زیرا من احوالی ها من یکونو من انزاری که لطفا له بشکنی ولی شدا من انزاری که لطفا يعني من بمني جو من هاد نابع من مني جاب من مني جو واحد بريدا مني كسرية ما إنزار كي جاب دمية أما بيجن من يكون أو من يكون دفاع من إنزار كلا أو من يكون دفاع أو من يكون إنزار تجارة مسكن وقول يا منزيرون من يخشى بإضافة منزيرون ببال من إضاء بتنوين يخشى وهو الأصل أصل تنوينه شمك شما اسم فعل إضافة اسم فعل يكون نب معنى ماضي بمعنى حال استبالت به فإذا تعريف إيش هو الماضي والإضافة إضافة اسم فعل إضافة لفظي تخفيف فإذا تخفيفة
حسب تنوين يزده وكلاهما شب تنوين شب إضافي يصنعوا للحال والاستقبال وكلاهما يصنعوا للحال والاستقبال شب تنوين شب إضافي هذا يجبوا استقبال يجبوا حال رئيسان حجب استقبال رئيسان يوقت اكو حالو يستقبال به وي قابلت إضافة لفظية دبا خبري أنتني أنتي فإذا أريد الماضي فليس إلا الإضافة وقت اكو إرادة ماضي بيكرني ومعنى ماضي به اسم فعل وي قابلت نينا إلا وشمكي معنى حالو يستقبال تتنا معنى ماضية يكون معنى ماضي بيجي اسم فعل عملناك وي قابلت إضافة ويجي معنوية كقولك هو منزل زيد أمس شو عملناك منزل زيدا تنكاريب ويا منزل زيد تنكاريب أمس أي كأنهم لم يلبسوا في الدنيا وقيل في القبور نسكين الدنيا دا ويا قبر قضاء إلا عشية أو ضحى يامز عشية إبارك أو ضحى يا ضحى وإبارك فإن قلت كيف صحت إضافة الضحى إلى عشية الضحى عشيته إضافة الضحى عشية تنهيك إبار يعني شبقة شيء وشوخة إبارة تنهيك سوى إضافة كده قلت لما بينها من الملابسة نا بين إيفار وضحى إذا نشتكيه كما الاجتماع ما في نهار واحد درجة كده عشية أوي رجاء ضحى جي أوي رجاء يعني فوق أي رجاء كنا إن إضافة ضحى إضافة كبال ضمير عشية كده فإن قلت سؤال كده بكي فهلا قيل إلا عشية أو ضحى كما إضافة كده وما فائدة الإضافة فإذا إضافة بال دمير إبا دمير الضحى إبا تشيه قلت دبيكي أدبيش محفوظ مغسالي دبي الدلالة على أن مدة لبسهم مدة سكنة أوان د خبرادة ويا د دنيا إدا كأن سانكي أو مدة لم تبلغ يوما كاملا نجيش دا روشكي تمام يعني روشكي تمام لكي كل عمري وان ندري دنياي وياخذ سكنه وانا قبري حتى قيامتي بقان بروجك يجيني ولكن ساعة منه ساعتك اجناريه او ساعة عشيته ابارة وروجي او ضحاه ياخذ وقت صلاة الضحى وشلغا وروجي فلما ترك اليوم وقت كنقو الا عشيته يوم او ضحاه ويوم الوداع الذكر نكت ترك اليوم أضافه إضافة الضحى إلى عشيته مبال عشيته ضحى عشيته يوم فهذا كقوله تعالى لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ساعة من النهار أو أنا وكي كنت من ديوان الدنيا كتاب قيامتي كفن وهو أحوال قيامتي بين عذاب خدي دبين نقالشي ويا حياة وانا دنياي ويا حياة وانا قبري وكي ساعتها كجروسي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نبيكم والنادعات كان ممن حبسه الله في القبر اكو بسليم وانا قضاوي قبل ذا حب الشكاء في القبر والقيامة تيجي بحب الشكاء حتى يدخل الجنة حتى قرى جنة قدر الصلاة مكتوبة تبقان المش كرنا كرنا فردك المش خلق عالمي أبي حالي بمسلمان بحاضرة بمتبارة أهل متبارة فقان دي المش كرنا كيدا ما ببا جنة ما بمسلمان ما بحاضرة السلام ورحمة وبركاته.